أكدت قيادة مجلس الأمة الأردني الأحد أن السلطات حسمت ما وصفها بالمساس بأمن الأردن واستقراره في إشارة إلى الاعتقالات التي طالت مسؤولين مساء السبت. وقال رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات: نلتقي اليوم وقد حسم بلدنا الأردن بالأمس وبشكل صارم وحازم أي مساس بأمنه واستقراره، وبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى من أسماهم الملك عبد الثاني المناوئين والمنزعجين من مواقف الأردن السياسية، وتابع: إن نظامنا الهاشمي ووطننا الأردني عصي على التآمر والمكائد والفتن. بدوره أضاف رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن الأردن وملكه خط أحمر، وقال: في هذا اليوم نؤكد الولاء لقيادتنا الهاشمية، ويوم نكرس فيه جهدنا على أن يبقى هذا الوطن عصيا على الانكسار وطودا شامخا في وجه التحديات والمؤامرات الخبيثة التي تحاك بالخفاء ضد وطن الصمود والتحدي. من جانبه صرح نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الإدارة المحلية توفيق كاريشان بأن الأردن لم يشهد يوما تصفية لمعارضة ولا إقصاء ولا إلغاء لأي مكون سياسي مهما كانت أيديولوجيته طالما كان يعمل لغايات مشروعة وبوسائل سلمية. وقال في كلمة له خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة اليوم في مبناها القديم احتفالا بمئوية الدولة الأردنية: إن الثورة العربية الكبرى لم تكن إقصائية للأديان، لأن البعد العروبي في أصله يشمل كل الأديان، فحملت الثورة القيم الحداثية لأنها مؤمنة بالديمقراطية والمشاركة الشعبية. وأوضح أنه حتى في الفترة التي شهدت غياب المجالس النيابية نجد أن الدولة بحثت بإصرار عن طرق مشاركة أفراد المجتمع في عملية صنع القرار، مؤكدا أن الأردنيين استطاعوا دائما عبور كافة الأزمات التي مر بها وطنهم.